وفي يوم زي ده لازم نفتكر بطولة النقيب أحمد شوشة اللي استشهد في حادث الواحات وكان بيحمل لقب أسد الصحراء، وده نظرا لشجاعته وبطولته اللي كان بيتميز بيها. احنا دلوقتي معانا على التليفون النائب حافظ شوشة، والد الشهيد النقيب أحمد شوشة شهيد عملية الواحات. صباح الخير عليك يا سيادة النائب. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا جمانة. يا أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا ازاي تم عمليه التكريم، تكريم الاسره من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايه مردود التكريم ده معنويا على حضراتكم؟ طبعا انا على الاول عايز اقول كل سنه وانتم طيبين لجميع رجال الشرطه اللي بيحموا مصر، اللي بيضحوا بدمهم عشان شعب مصر وعشان تراب مصر، عشان مصر تفضل ابيه طول عمرها. بالنسبه لتكريم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا لما رحت الاحتفال بتاع التكريم بتاعه اقسم بالله العظيم انا اللي كنت بعزيه في وفاه ابنه. انا كنت حاسس ان هو كان حاسس بيا وبالشهيد اكتر مني انا شخصيا. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والد لكل الشهداء، والد لكل شعب مصر. يعني الحقيقة تابعنا هذه المشاهد يا فندم وكان واضح الحقيقة يعني المؤازرة كمان، لكن خليني أعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين، يعني أنا أسفة أن أنا برجع على حضرتك يعني هذه الذكريات، لكن لو تحكي لنا وتحكي للسادة المشاهدين آخر مرة كان في تواصل بينك وبين الشهيد البطل النقيب أحمد شوشة، تحكي لنا آخر اتصال كان شكله عامل إزاي، آخر لقاء. هي أصعب حاجة في الدنيا كلها فراق الأحباب وبالذات فراق الابن. والله يا جمانة أصعب شيء في الدنيا طبعا. أنا بس قبل ما أقول آخر لقاء أنا عايز أقول كلمة واحدة، أنا عايز أقدم شكر عظيم 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 جدا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قدر يوقف شلال الدم اللي كان مفتوح، اللي كان فتحه الإرهابيين على مصر. يعني إذا كانت دي حاجة واحدة أنا بذكره وبذكره وبذكره مليون مرة على إن هو قدر يقضي على الإرهاب بمساعدة طبعا الشرطة والجيش. بالنسبة لآخر مكالمة وآخر لقاء مع أحمد ابن الله يرحمه، هو كان متعود إن هو كل خميس وجمعة بيجي يقضي معايا في السويس. فاتصل بيا بالتليفون قال لي بابا أنا عندي مأمورية. إيه يا أحمد؟ طبعا حضرتك عارف العمليات الخاصة ما بيقولوش المأمورات اللي عندهم. قال لي أنا عندي مأمورية يا بابا وادعي لي. فاتوكل على الله. تاني يوم سمعت في التلفزيون ان في عمليه ارهابيه في الواحات، انا ما اعرفش ان هو موجود هناك اساسا، اقسم بالله العظيم ما اعرف، انا حسيت ان ابني موجود هناك. وبعد كده توالت الاحداث وعرفت ان هو استشهد، وعرفت ان هو كان بيدافع عن تراب مصر، وعرفت ان العمليه الارهابيه بتاعتهم دي لو كانت داخلك كانت عملت حاجات كبيره قوي تعدينا في مصر الحمد لله. فبنشكر ربنا سبحانه وتعالى ان هم قدروا يوقفوا الارهابيين عند حدودهم في المنطقه دي بفضل تضحياتكم طبعا يا فندم. طبعا بكل تاكيد سياده النائب، دايما الابطال اللي بيستشهدوا كان بيبقى حديث داير كده بينهم وبين افراد الاسره، انه دايما يقولوا ان احنا عمرنا هيبقى قصير، ان احنا هنستشهد، فهل كان دايما بيتكلم معاكم عن الموضوع ده ان هو مثلا وارد ان هو يدخل في عمليه فيستشهد، قال عمليه تاهيل نفسي للاسره يعني؟ والله هقول لحضرتك حاجه، دايما الضباط وبالذات الضباط اللي هم بتوع الشرطه او بتوع الجيش كله بيبقى خارج، وبالذات العمليات الخاصه خارج وبيقول لك انا مش راجع تاني. يعني كلهم بيبقى عارفين كده، بيقول لك شهيد، حتى لو تخش حضرتك على الفيس بتاعهم كله يقول لك شهيد تحت الطلب. يعني هم جاهزين يستشهدوا في اي لحظه من لحظات الاكاديميه بتاعتهم. احمد ابني كان اخر مكالمه مع اخته بيقول لها ادعي لي. بتقول له ليه؟ قال لها انا ممكن في اي وقت اكون شهيد. تقول له ما تقولش كده يا احمد. قال لها ادعي لي بس ان ربنا يقبلني ان انا اكون شهيد عنده. صدقني مصر قويه جدا جدا، اقسم بالله العظيم بشبابها وبرجالها اللي ممكن يضحوا بحياتهم كلها عشان مصر تعيش. طبعا صدقني. طبعا طبعا يا سياده النائب اكيد. طيب يعني حضرتك بتتكلم عن العقيده اللي موجوده تمام. عن يعني ابطالنا ان كان جيش او شرطه. خليني اعرف من حضرتك يعني العقيده اللي كانت عند البطل النقيب احمد شوشه، هل يعني اكيد دي ما كانتش اول عمليه يتعامل فيها، كل مره كان بيبقى نازل طبعا زي ما حضرتك قلت ما بتبقوش عارفين
اماكن العمليات او العمليات ما بيبقاش عندكم معلومات لانها بتكون سريه، لكن التعامل تعامله الله يرحمه كان عامل ازاي، عقيدته لو دي اكتر حاجه انا حابه حضرتك توضحها لنا وتوضحها للساده المشاهدين. هقول لحضرتك حاجه، احمد ابني كان بيمشي في الشارع او في المنطقه عندنا ما حدش كان بيعرف ان هو ضابط شرطه. عمره ما نزل باللبس بتاعه واتمشى واتمنظر وعمل ان هو ضابط شرطه او كده، عمره ما نزل بالسلاح في جنبه ومبينه، ما كانش بيتكلم. هقول لحضرتك حاجه، البواب بتاع العماره عندنا ما يقولوش غير يا عم فلان يا عم فلان، اي حد اي مشكله مع اي حد صدقيني كان بيقف قبل اي حد فيها. عمره في حياته هو صغير وهو في اعدادي في ابتدائي في ثانوي في كده عمره ما عمل مشكله مع اي حد، اقسم بالله العظيم. انت عارف ابني الحمد لله كان دخل الامتحانات بتاعه الشرطه بتاعه الجيش، نجح في الاثنين، نجح في الشرطه وفي الجيش، بس قال لي بابا انا عايز اكون في وسط الناس، انا عايز اخدم الناس من وسطهم. يعني كانت حاجه جميله قوي قوي الله يرحمه هو وجميع الشهداء بتوع مصر. امين يا رب. سياده النائب، دايما اهالي الشهداء ليهم حق، ليهم حق عندنا كلنا كمواطنين، وكمان ليهم حقوق عند الوزاره. طبيعه التواصل ما بينكم وما بين الوزاره عامله ازاي؟ ما تقدمه الوزاره لاهالي الشهداء عباره عن ايه؟ التواصل عامل ازاي؟ لا هقول لحضرتك حاجه، انا بعتبر ان جميع ضباط الشرطه دول اخواتي واولادي. معالي الوزير على طول على اتصال بينا، اي مشكله بتحصل مع اي حد من اهالي الشهداء صدقني اول ناس بيكون موجودين. انا عندي اسبوعيا في تواصل مع العلاقات الانسانيه سواء في السويس او سواء في القاهره، بيتصلوا بيا بالتليفون في اي مشكله عند حضرتك، في اي طلبات عند حضرتك، صدقني ما بيسيبوش اهالي الشهداء في اي حاجه، سواء الاب او الام او الاخوات، سواء في علاج، سواء في سكن، سواء في شغل. لا لا، انا حاسس ان ابني موجود بالاهتمام اللي انا شايفه من الدوله كلها باهالي الشهداء، بامانه ربنا اقسم بالله العظيم ده اللي بيحصل. وده طبعا حقكم علينا كلنا. سياده النائب حافظ شوشه والد الشهيد النقيب البطل احمد شوشه، شكرا جزيلا ليك.